أعزائي المتعلمين، نرحب بكم في الأسبوع الثاني من هذا المساق. خلينا مع بعض نشوف المشكلة لهذا الأسبوع. ربحت نور في إحدى المسابقات بطاقة خصم على مطعمها المفضل. قررت أن تذهب برفقة أخيها عمر لتناول الغذاء في هذا المطعم. بعد تناول الغذاء أخذتهما الحماسة والثقة بأن المبلغ لن يتعدى 17 ديناراً، فقاما كذلك بطلب طبق من الحلوى بثلاثة دنانير وخمسة وعشرون قرشاً اقتسمه الاثنان. وصل النادل بالفاتورة ليصدما بالمبلغ الذي عليهما دفعه. تبين لهما أن عرض الغذاء الخاص الذي اختاراه والذي يصل إلى 8 دنانير و99 قرشاً هو للشخص الواحد وليس للشخصين. يضاف إليه طبق الحلوى ويطبق عليهما الخصم قبل إضافة رسم الخدمة 10% من الإجمالي، وقبل إضافة 17% لضريبة المبيعات، وأن المبلغ لا يمت بصلة لما كانا يتخيلانه. كم هي قيمة فاتورة نور وعمر برأيكم؟ في هذا الأسبوع رح نحكي عن مفهوم حساب الخصم. خلينا نتحدث عن المشكلة اللي شفناها قبل شوي بالفيديو. ذهب عمر ونور لتناول الغداء في مطعم، طلبا اثنين من عرض الغداء الخاص مقابل 8.99 دينار لكل منهما، وواحد من الحلوى ب3.25 دينار، مع العلم أنه يضاف رسم خدمة قدره 10% من الإجمالي، ثم يتم إضافة ضريبة المبيعات 17% على المبلغ الجديد المتضمن رسوم الخدمة. بالإضافة أن نور جلبت بطاقة خصم 10% قبل الخدمة والضريبة. كم قيمة الغداء؟ فهاي واحدة من المشاكل اللي متعرض لها بشكل يومي، واللي راح ندرسه في هذا الأسبوع راح يساعدنا على فهم هاي المواقف بشكل أكبر.